تمكنت مصالح أمن الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالأبياء من تفكيك شبكة إجرامية أجنبية مختصة في إنشاء مخبر لصناعة المخدرات الصلبة من نوع توتنا، حيازة ووضع للبيع والحصول وشراء قصد البيع ونقل مواد مخدرة ومواد صيدلانية بطريقة غير شرعية. قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أفضت إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة، مع ضبط وحجز 50 غرام توتنا و4 غرامات ماريخوانا، 14600 قرص يستعمل في تحضير مادة التوتنا، ما يفوق 151 مليون سنتيم جزائري و1120 أورو من العملة الصعبة، وخمس هواتف نقالة وكذا أدوات ومواد تستعمل في تحضير مادة التوتنا. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.